مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. اتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. ماء 5 كوب، 1 لتر، 1000 جرام. زيت، أي نوع زيت متاح، 1/4 كوب، 50 جرام. ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة، 5 جرام. ملعقة طعام فانيلا، 10 جرام. سميد ناعم، 1/2 كوب، 75 جرام. حليب مجفف، 1 كوب، 100 جرام. هان البيكنج باودر بنخليه بعد ساعة، بعد ما ترتاح بساعة بنضيف البيكنج باودر. نخلط كل المكونات مع بعض ونضيف الدقيق، 3 كوب، 450 جرام. طبعا الدقيق بنضيفه بالتدريج. نخلط المكونات جيد وننتظر ساعة، والبيكنج باودر ما بنضيفه إلا بعد ساعة قبل القلي أو قبل. هذا هو المزيج، ننتظر ساعة على المزيج حتى يرتاح ويخمر. هذه الشيرة، 250 جرام ماء، تقريبا 2 كوب ونصف سكر، 500 جرام، تقريبا 2 كوب ونص. تقليب جيد، منضيف قطعة ليمون وننتظر 8 دقائق. نغلق الوعاء وننتظر 8 دقائق، وهيك بتكون جاهزة. هلا بنروح على الخليط، بنضيف البيكنج باودر وبنروح نخلط جيد، ونروح على المقلة الغير لاصق على حرارة منخفضة. أهم شيء المقلة يكون غير لاصق والحرارة تكون منخفضة، ولازم الصبر. هذا هو شكلها، نعمل كمان واحدة. طبعا أي كوب نستخدم، أي كوب ممكن نستخدم، أي قمع ممكن، قمع تبع الكيك، أي شيء متوفر عندنا. الموضوع سهل كتير. هذا هيك شكلها النهائي. هلا بنروح على الحشوة. انتو ما شايفين كيف هي حلوة وطرية. هلا بنعمل حشوة، نضيف الفستق كيس نايلون ونكسره لأجزاء صغيرة. الفستق 2 كوب الكمية، طبعا اختياري، ما بحب الفستق بحب، ممكن نضيف أي نوع من المكسرات. 2 كوب فستق مطحون، جوز هند 2 كوب، والكمية طبعا مثل ما حكينا اختياري، والزبيب 1 كوب والكمية اختياري، ممكن نبدله بأي شيء. سكر 2 معلقة كبيرة، وقرفة 2 معلقة كبيرة. طبعا كل الكميات اختياري، فينا نشيل شغلات وفينا نضيف شغلات مثل ما احنا بنحب.
نأخذ المكونات كلها جيد. هلا نبلش الحشوة. مثل ما انتو شايفين الموضوع كتير سهل. نعمل كمان واحدة عشان تشوفوا كيف الطريقة سهلة كتير. وهذا كل شيء بخصوص الحشوة. هلا بنروح على المقلة. نقليها على الوجهين طبعا. طبعا اللي عنده كوليسترول ممكن نعملها بالفرن شوي. نقليها على الوجهين. اختياري ممكن نعملها بالفرن شوي اللي عنده كوليسترول. بعد ما نقليها على الوجهين نوضعها في الشيرة العصب. طبعا قديش احنا نوضعها اكتر وقت في الشيرة، دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق حسب ما انتو كيف تحبوها حلوة. قديش بتقعد في الشيرة اكتر، قديش بتشرب من العسل اكتر. انا وضعتها تقريبا دقيقتين العسل. وهيك هي جاهزة. طبعا بنزينها في السك حلبي او اي نوع مكسرات. وصحة والف عافية، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وانتظرونا كل يوم وصفة. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.